لها جدة تبلع من العمر 100 عام وهي كثيرا ما تبكو من عدم احتفاظها بالوضوء وحينئذ تسأل كيف تكون صلاتها جزاكم الله خيرا. إذا كان عدم احتفاظها بالوضوء بصفة دائمة يعني يخرج منها الخارج بصفة دائمة هذا يعتبر حدثا دائما فعليها أن تتوضأ عند إرادة الصلاة عندما تريد الصلاة تتوضأ ثم تصلي في الحال وليس عليها شيء لو خرج منها شيء لأن هذا لا تستطيعه لا تستطيع منعه لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا كان هذا ليس بصفة دائمة إنما يخرج بعض الأحيان أو يحصل معها في بعض الأحيان حينئذ يجب عليها أن تعيد الوضوء لأنه ناقض للوضوء وهو ليس بصفة دائمة فهو ناقض للوضوء فإذا حصل فإنها تعيد الوضوء وتصلي. جزاكم الله خيرا.